اسف والله دي هعمل لكم دوشه يعني. انتوا فيكم اللي بكفيكم. هو انت فين ابوك ولا اخواتك؟ ما عنديش اخوات، ما عنديش غير خالتي بس، ورجعت اسكندريه يا وجوز. وابويا مش موجود. الله يرحمه. لا والله ارحمنا، انما هو ما تجش عليه الرحمه. ليه يا حبيبي بتتكلم على ابوك كده؟ هو كان مطلع امك ولا في مشاكل بينهم ولا حاجه؟ لا، انا ابويا راجل نتل، امي حملت منه ما اتجوزهاش، باعها وباعنا انا كمان من قبل ما اجي الدنيا. انا طول عمري نفسي اعرف فين ابويا، دلوقتي لا، كل اللي عايزه ان امي ترجع لي. امي كانت كل حاجه بالنسبه لي، كانت الحضن اللي مفتوح لي طول الوقت، اديتني عمرها كله وسابتني للدنيا ببهدله. بس يا حبيب، بس يا حبيبي، بس بس اللي حصل لعايده ده يا جار. بس يا حبيبي، بس بتعمل ايه يا اسرائيل؟ بعمل ايه؟ فين جعفر؟ مش هنا. بتخوني جعفر في بيته يا اسرائيل؟ بقول مين؟ انت اتجننت؟ انت دخلت بيت الاشباح برجلك، اروح امك. اشباح؟ تعال تعال اقعد قدام. امه ميته، حرام عليك. استنى، ما انا ابويا ميت وما بخونش جعفر في بيته يا اسرائيل. اخون مين بس؟ حرام عليك، ما تقولش كده. سيب الوقت. سيب الوقت، حرام عليك، حرام عليك يا سيد. استنى بس، استنى بس يا سيد، الواد ما عملش حاجة يا سيد، ده عيل صغير. استنى افكر. انت لسه بتدافع عنه؟ سيبه، حرام عليك، انت مش فاهم حاجة، انت مجنون. سيب الواد. سيبه. دامي دامي، اه قوم يالا دامي، انسى. يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي، ايه يا واد بتعمل ايه؟ بقول لك سيب الواد، حرام عليك، امه كانت لسه ميتة وبيعيط عليها. انت بتلغوش عشان اللي شفته فوق يا اسرائيل. يا حبيبي قوم، امشي امشي يا ابني. خد ياه، خد يا بنت الهانم. امشي يا حبيبي. الهانم، الهانم كانت في حضن الواد فوق في شقه جعفر وانا مسكتها. والله يا حاجه ما ده اللي حصل، الواد كان بيعيط على امه وانا كنت بطبطب عليه. لا يا اسرائيل، كان في حضنك. حرام عليك. بس يا اخويا اهو يا اما، انا ما رضيتش امد ايدي عليها عشان لما يجي جعفر هو اللي يذبح. عين العقل يا اخويا، عين العقل، هيذبح ابتلاء. شفتك ولا ما شفتكيش؟